هذا ووصفت الحكومة الباكستانية قرار المملكة بشأن حج هذا العام بالصائب، مؤكدة حرص المملكة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن. رحبت الحكومة الباكستانية بقرار أداء مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء الفريضة من مختلف الجنسيات من داخل المملكة، واعتبرته قرارا صائبا يعكس حرص المملكة العربية السعودية على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا. رحب وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري ووصفه بالقرار الصائب والحكيم لأنه متوافق مع ظروف الوباء ومبادئ الشريعة، وأزال القلق الذي كان مسيطرا على مستوى الأمة بخصوص إلغاء الحج هذا العام. كما رحب كبار العلماء في باكستان بهذا القرار، واعتبروه قرارا حكيما متوافقا لأحكام الشريعة الإسلامية يضمن إقامة فريضة الحج دون إلحاق الضرر بأرواح الحجاج. فإن هذا القرار أنا أراه مهم وصائب جدا ومناسب ومتوافق للشريعة الإسلامية والمصالح الإنسانية، وإنها أيضا مطابقة للأصول الطبية التي أيضا الشريعة الإسلامية تؤيدها، فنحن نؤيد هذا القرار، فإن في هذا في فتح هذا المجال للحج. الشارع الباكستاني رحب أيضا بهذا القرار الذي يصب في مفهوم حفظ الدين والنفس ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة حفاظا على سلامة الحجاج. الموقف الباكستاني يعكس ثقة الشعوب الإسلامية في قيادة المملكة وحرصها على أداء فريضة الحج مع ضمان صحة وسلامة الحجاج. ماجد شهاب لتلفزيون المملكة العربية السعودية، إسلام أباد.